لذلك الثقة بالله عز وجل هي حسن التوكل على الله. في إشكالية هنا إن البعض ممكن يعني الثقة عنده تكون ثقة مجردة من العمل، تواكل، واثق في الله عز وجل ولكنه لا يعمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فإن احنا التوكل هنا على الله حق توكله إن احنا إيه؟ نعتمد على الله عز وجل ونثق في الله عز وجل ونثق فيما عند الله عز وجل، ولكن نسعى ونعمل. فثقة بلا عمل هو تواكل، وعمل بلا ثقة وبلا يقين هو يعني والعياذ بالله، يعني زي ما قارون تفاخر بماله وتفاخر بالعز الذي يعيش فيه وخرج على قومه فخسفنا به. فقومه يعني هو في البداية قبل الخسف قومه قالوا له يعني: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ إلى آخر الآيات. فهو هد كل ده ليه؟ أنا عامل كل ذلك. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي عملت الثروة دي، وأنا اللي عملت العظمة دي، وأنا اللي عملت المال ده كله. فهو إيه؟ هنا الاعتماد على النفس أو الثقة بالنفس والاعتماد على الأسباب والفصل بينها وبين الله عز وجل وبين اليقين في الله عز وجل، دي طبعا مصيبة أخرى يعني. ولكن المطلوب هو توطين النفس بين الجمع بين حسن التوكل على الله عز وجل والسعي والأخذ بالأسباب. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حال كل الأنبياء وحال الصالحين من بعدهم. ولذلك احنا لو جينا مثلا حبينا نتكلم عن مواطن الثقة، احنا ايه الأمور اللي احنا المفروض يعني نثق فيها في الله عز وجل؟ اول موضوع مثلا، وهو الموضوع اللي بيشغلنا جميعا، بيشغل كل الناس، اللي هو الرزق. بس هي طبعا قبل ما نشوف قبل ما نتكلم في موضوع الرزق، خلينا نشوف رأي الجمهور في موضوع الثقة دوت، وبعدين نرجع تاني نتكلم إن شاء الله.